هذه القرى الواقعة بين حيس والخوخة ظلت لفترة طويلة تعاني من شحة المياه، الأمر الذي ألقى بأبنائها في هذه الدروب المقفرة يتنقلون على ظهور الحمير بحثا عن ما يسد احتياجهم اليومي من الماء الصالح للشرب، ما اضطر أكثر الأطفال للتسرب عن التعليم والسعي وراء أكبر أحلامهم وهو الظفر بقطرة ماء. احنا اللي نجيب سرقة الضيبه والنحل نكر الماي من المزرعه الجهال والمعجزه اللي يجحون من بقعه لبقعه من كل البلد اللي من القريشه ونجي نرجع بعد الماي. احنا من كل مكان بين التعب اللي نمشي الى الشمس واصل الملي يعني 2 كيلو نجي من القريه حق المزرعه. تعبانه ظهري وجعاني ورجلي توجعاني ديامي كلها توجعاني عجوز ولا جدا حد ينفعني معجها ولب وكلهم ما يردوشي وحنا ذحنا تعبانين نشم ميه يبصل عندنا في القريه. ولحاجة الأهالي الماسة للماء وبعد وصول المناشدة امتدت يد الكويت الحانية وربتت على كتف المنطقة لتزرع الأمل وتنزع أشواك المعاناة والألم، ومن خلال فريقها الخيري قامت بإنشاء مشروع مياه متكامل سيغذي 4 قرى ويوفر لقرابة 3000 نسمة ما يكفي احتياجهم اليومي للمياه، وقد تم افتتاح المشروع رسميا ليعلن عن جاهزيته لخدمة السكان الذين عانوا من العطش. فكرة توصيل أو إنشاء مشروع يستفيد منه أكثر من قرية هذه فكرة رائعة. نحن نهيب بالأخوة المانحين الآخرين أي والمنظمات المنفذة أيضا أو الشريك المحلي أن يحذوا حذو هذه المؤسسة ويتبعوا هذه الطريقة بحيث يستفيد أكثر عدد من الناس من أي مشروع سواء كان مياه أو مدرسة أو وحدة صحية. هذا المشروع نفذ بإشراف الجمعية الكويتية لسوق الماء تنفيذ مؤسسة غطاء الرحمة. سيستفيد من هذا المشروع ما يقارب 3000 إنسان ويتكون من خزان برجي سعة 30 متر مكعب مع منظومة شمسية متكاملة وحفر بئر من الصفر مع خطوط توصيل إلى 3 قرى. هذا المشروع الخيري سينهي قصة المعاناة العالقة بأهالي قرى الحنجلة والقضيبي والعليل والخضراء في منطقة الدنين التابعة إداريا لمديرية الخوخة، ويعتبر إنجازا في مجال العمل الخيري ما يدعو المنظمات الإنسانية إلى الاقتداء بمثل هذه المبادرات وتقديم مشاريع مستدامة، علما أن مناطق الحديدة الجنوبية تعاني من شحة المشاريع التي تعود بالنفع الدائم على السكان. حسام بكري لقناة اليمن اليوم الحديدة.